طيب دكتور، احنا قبل ما نكمل حديثنا اكثر في المشهد السياسي المحلي والقضايا الشخصيه اللي صارت معاك، بيتوقف عند محطه مهمه في سيره الدكتور عبد الله النفيسي، وقد الكثيرين لا يعلمون عن تفاصيلها. اذا نبي نستحضر الكلام اللي ذكرناه احنا في بدايه الحلقات ايام ما كنت في فيكتوريا في الاسكندريه، ودخولك الى او التحاقك في ماده الدراما والمسرحيات اللي انت قدمتها، وانت ذكرت انك كنت تحب ماده الدراما ومثلت في بعض المسرحيات. واذا استرجعنا تاريخ المسرح السياسي في الكويت، راح نلقى يعني عدد المسرحيات السياسية اللي بالكويت قليل، ما هي مسرحيات كثيرة، لكن أغلب هذه المسرحيات إلى اليوم لها بصمة في تاريخ المسرح في الكويت وفي منطقة الخليج. المفارقة أن أغلب هذه المسرحيات يقف خلفها الدكتور عبد الله النفيسي بشكل غير معلن. في محطتين، المحطة الأولى كانت في السبعينات والمحطة الثانية في الثمانينات. المحطة الأولى كانت علاقة عبد الله النفيسي بدأت مع صقر رشود ومجموعة مسرحيات، وفي الثمانينات مع الثنائي سعد الفرج وعبد الأمير التركي. خلنا نبدأ أول شيء في مرحلة السبعينات وعلاقتك بصقر رشود وحبك للمسرح. نعم، تذكر لما غطينا مرحلة فيكتوريا، يعني الإنجليز عمار يقدسون شيء اسمه المسرح. المسرح يعني مؤسسة ثقافية هامة جدا عندهم، ولذلك يزرعون في أطفالهم من الصغر حب المسرح. فيكتوريا نفس الشيء، كمؤسسة تعليمية بريطانية زرعت فينا من صغر حب المسرح وتقدير المسرح. المسرح بالنسبة لهم مو ترفيه، مو تهريج، مو وناسة، يعني لا، يعني أنت قاعد تتعلم، أنت قاعد تتعلم في مؤسسة اسمها المسرح. كانت تدرسنا في فيكتوريا دراما، درسنا مسز غاردنر، اسمها غاردنر. هاي لما تقعد تقرأ نصوص شكسبير يعني حتى عيونها تدمع، يعني 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 من كثر ما تتأثر، من كثر ما تتفاعل مع النص. يعني ماكبيث، كينغ لير، مرشنت اوف فينيس، اوتيلو، عطيل، يعني كانت literally، يعني بحرفية كانت دمع عيونها تنزل دموعها، يعني لأن هي مزروع فيها حب المسرح. فأصرت أن احنا نمثل تمثيلتين، Merchant of Venice، تاجر البندقية، وKing Lear. اي نعم، فأنا مثلت في تاجر البندقية دور شايلوك، دور رئيسي يعني اللي هو شايلوك. والنصوص نصوص شكسبير الأصلية، مو الأبريجت، مو المختصرة، لا الأصلية، يعني اللي فيها ألفاظ لاتينية. كنا نحفظ يعني أدوارنا، كان عمري 14 15 وتعرض على مسرح الكلية. فلما جيت الكويت، كنت مشبع أصلا يعني في حب المسرح، ولما أقرأ في الصحافة الكويتية أو هذا عن مسرحية أو مسرحي أو ممثل، أنظر بعين التقدير، يعني عين التقدير الكبير للمسرح وأهتم بما أقرأ. وصدفة صار عندي طالب من الطلبة الله يرحمه اللي هو صقر رشود. صقر رشود كان طالب عندك في طالب عندي في المحاضرات، إيه يحضر عندي في العدالية، يحضر عندي يعني في المساقات في المقررات.
أنا ألاحظ، أنا ما أعرفه، بس ألاحظ إنه هذا الشاب الوسيم دائما مو حالق. ترى ذيك الأيام اللحية مو موجودة في الجامعة، فهم شلون؟ مو مهتم بمظهره، عيونه كلها حمرة، مو نايم زين، أحيانا إيه متأخر للمحاضرة. فناديته قلت ترى أنت طبعا ما تدري، ما أعرف شنو عنده، أي نشاط خارج الجامعة أو شيء، ما أعرف. فقلت له يا صقر أنت تأخر على المحاضرات، لكن أنا ترى والي كنا عندك أنت عذر مقبول، كنا أنا ما أدري أنت منو، أنت شنو وش تسوي، أنت لازم يبقى تهتم بدراستك، ولازم ولازم ولازم. وقمنا نمشي إلى مكتبي في قسم العلوم السياسية، وإذا الرجل يقول كله سوينا بروفا أمس، بروفا أول أمس، ما أدري شنو، أي بروفا مسرح، وإذا مخرج ها ومهتم في المسرحيات وهذه. قلت أنا أشاركك هذا الولع وهذا الشغف. فصارت بيننا قعدات، يعني ييني بالمكتب بعد الدوام ونقعد مع بعض. وقلت له أنا مشاركتي في فيكتوريا، وقلت له للأسف أنا لاحظت إنه بالكويت الناس ينظرون نظرة يعني مو خوش للمسرح، سلبية. إيه، ولا وجمهور المسرح كله يبي يضحك وكله يبي يعني يستانس. وحضرت أنا كذا محاضرة، كذا مسرحية يا صقر، في منها زين ذيك الساعة كان صقر قريش، عرضوها في 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 مدرسة يوسف، في مدرسة الصديق اللي الحين وزارة الداخلية، عرضوها هناك، وكان مشارك فيها سعد الفرعي وخالد النفيسي، نخبة من الممثلين، صقر قريش، وكان اللي يشرف عليها زكي طليمات. فالحقيقة استانست أنا، قلت الحمد لله، يعني قضبنا طرف الخيط بالكويت، وهاي بداية جيدة يعني. بس بعدين لاحظت إنه لا، الجمهور ما يبي شغلة جادة بالصورة هذه، يبي يضحك ياي، يبي يضحك، فمعناها يبي كوميدي، صح ولا لا؟ معناها اشطب شيكسبير كله، اشطب مانويل غاليتش اللي هو من أعظم المسرحيين في غواتيمالا، هذا اللي كتب سمك عسير الهضم، فهم شلون؟ هاي مسرحية عالمية يعني ما حد يدري عنها. فرحت لوزارة الإعلام وقلت لهم أنا أبي المسرحية هذه والمسرحية هذه، وإذا بالإعلام قاعدين يترجمون هالمسرحيات، المسرحيات العالمية هذه العالمية، ويطبعونها ويوزعونها ببلاش. قال لي واحد مسؤول والله عن المطبوعات في وزارة الإعلام، ما حد يبيها ولا حد يشتريها ولا حد يتقبل يقرأها، يعني عرفت شلون؟ بينما في نفس الوقت يقبلون على تفاهات المسرح المصري في ذلك الوقت، اللي هو مسرح فكاهي ومسرح تهريج، وكان فيه بالكويت أيضا مسرح هم فكاهي يعني. وكان فيه بالكويت، كان فيه. فقلت حق صقر الله يرحمه، أنتوا أمامكم مسؤولية تاريخية. قال لا تقول أنتوا، إحنا، أنا وأنت. يقول صقر يقول لك إيه؟ قلت لا 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 أرجوك بعدني أنا، لأن إحنا عندنا عائلتنا ما يتقبلون فكرة المسرح، يعني يعدونا يعني من الخارج عن يعني. معنى أنت يعني الفنان خالد النفيسي خالك؟ نعم خالد، يعني صارت له مشكلة مع العائلة بسبب مشاركته في المسرح في الجانب الفني بالطريقة هذه. طبعا في انتقادات احنا في عائلتنا انه هذا مجال اختلاط، وفي مجال تأخر بالليل، ومجال يعني مجال مو محترم يعني اجتماعيا، ولذلك ابتعد. فقلت صقر ارجوك
قال شلون نستفيد منك؟ تستفيد مني نقعد مع بعض قعدات ونكتب، إذا تحب السكريبت نفسه نكتبه، الحوار نفسه نكتبه، ما عندي مشكلة، بس اسمي ما تبي يطلع، كلش وخر عنه، خلى كله باسمك يعني. فنتيجة أول نعم سيناء سكريبت انكتب بينك وبينك كان سنة 73 شياطين ليلة اليمع، ما أذكر أي سنة بس شياطين ليلة اليمع سنة نعم. 73 شياطين ليلة اليمع هذا أول إنتاج يعني. فقعدنا قعدة طويلة على شياطين ليلة اليمع، معنى هي مسرحية كوميدية بس كانت تسلط الضوء على الممارسات السلبية في المجتمع الكويتي، من المجتمع الكويتي اللي هو يدور حول مدار الخمر يعني. ليلة اليمع اللي هي يوم الخميس بالليل، هني بشويخ يم المطاحن، كان مقر غري ماكنزي، هاي شركة إنجليزية. روح شوف سيرة سيارات الكويتيين، فهم شون؟ كل من فاش دبته وينطر دوره، فهم شون؟ عشان ياخذ خمر، عشان ياخذ الكراتين. وصارت المسألة يعني هبويس يعني بالستينات، فهمت كيف؟ فعودا الى 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 صقر، والله صقر تلقى النصيحه بقبول حسن يعني، وقال انا امد ايدي الى بايدك، واذا تعطيني من وقتك واذا كتبنا بحمدون المحطه. هذه في 74، ما اذكر اي سنه، ما اذكر 74 ايه، ما انا مشكلتي بالسنين ما اذكر بالضبط. لا جايب لك التواريخ بس. شفت شلون بحمدون المحطة؟ قلت الكويتين يضحكون في بحمدون المحطة، يضحكون يعني مجال للنكت في لبنان في المجتمع اللبناني. طبعا وقتها كانوا الكويتين يقبلون بشكل دائم على منطقة بحمدون تحديدا في لبنان، حمدون وحمانة كثروا وايد الكويتين، وشروا بيوت شروا عقارات وشروا هذا، بحيث دمغوا هالمناطق هذه بطابعهم، فهمت شلون؟ وقاموا أهل هالمناطق يطمعون بالكويتي إن أجرون له، قام اللبناني يطلع من بيته وهو وزوجته وعياله يطلع حتى يأجرها بالصيف الكويتي، على الكويتي يعني، الكويتي يدفع ويدفع مقدم ويدفع شيء مجزي يعني. ولذلك تصير مفارقات الضحك يعني مفارقات الضحك يعني. قلت كانوا اللبنانيين يضحكون عليهم. ايه اللبنانيين يضحكون يعني اللبنانيين لما يجي السير مال العفش مال الكويتيين اللي رايحين لبنان كله يواني عيش، فهمت شلون؟ عيش 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 عيش. والكويتيين كانوا يحرصون ان يحطون العيش قبل لا يحطون الجنطه، فهمت شلون؟ فهذه سوينا عليها فيلم يعني في بحمدون المحطة. الخدم وشيوع الخدم في الكويت، اللبناني مو متعود على خدم، مرته هي اللي تشتغل وهي اللي تطبخ وهي اللي تنظف، الكويتيين لا، الكويتيين صارت عندنا البوم هذه الانتعاشة. فكتبنا عن السكتشات هذه اللي تحصل في الجبل بين الكويتي واللبناني، وكانت مسرحية بحمدون المحطة. خلصنا من بحمدون المحطة إلى المسرحية الثالثة اللي كانت بينك وبين صقر رشود، حفلة على الخازون 75. هذه تسوى. وللأسف يعني أنا حضرت البروفة وحضرت المسرحية طبعا بدعوة من صقر، يعني اتصل فيني يقول لي تأخرت وهذا بيبتدي المسرح وهذا، فأنا أسرع. فكرة خصوصا يعني الحين مسرحية شياطين ليلة اليمعة أو بحمدون المحطة كانت مسرحيات كويتية باللهجة الكويتية ويغلب عليها الطابع الفكاهي رغم بعض الرسائل اللي كانت موجودة في هالمسرحيتين، لكن حفلة على الخازوق عمل مختلف تماما، اللغة العربية الفصحى ومحتوى سياسي وفيها إسقاطات سياسية كثيرة جدا نعم.
السجن وما السجن والإفراج وما الإفراج. يعني أنا كنت حاضر وأشوف الجمهور قاعد يضحك، يعني يضحك على اللبس المشاركين في التمثيلية، على عمامة كذا على كذا، وذا يمس الحوار والكلام والنص العميق جدا في حفلة على الخازو، وايد عميقة. فأدركت بأن يعني هذا الجمهور يعني يعني غير قابل للوعي بالقضية. يعني أنت لمست أن يعني الرسائل اللي موجود، لأن المسرحية الآن تعرض، هي تعرض الرسائل السياسية المبطنة، لأن هي ما كانت كلها بشكل غير مباشر، صح؟ بس يعني كانت تقريبا واضحة، يعني واضحة بالنسبة لنخبة من الجمهور. بس بشكل عام أنت تقول الجمهور بشكل عام ما كان مستوعب البعد السياسي فيها. السواد الأعظم من الجمهور الكويتي مو حولك، في نخبة والنعم فيها، فكرة أن تكون لغة عربية هم بعد هذه ناقشتوها أنت ويا صقر، هم هذه قال لي ما تصدق دكتور شلون اللغة العامية شلون تمس قلب الجمهور. أنت أدري، بس إلى متى وإحنا أسرع عند هالجمهور؟ يعني أنا بودي يا صقر إنه مسرحنا الكويتي يطلع عن البوتقة الكويتية المحلية، والمحلية المغلة بالمحلية، فهمت شلون؟ قال والله كلامك صحيح، يعني نظريا أنا مقتنع فيه، ويت حفلة على الخازوق. يمكن هذه أبرز مشاركاتك، خلينا نقول، في نشاط المسرح مع صقر رشود، مع صقر في فترة السبعينات مجددا، صح. عاد الدكتور عبدالله، نعم. النفيسي، نعم، إلى المسرح، صح، اللي يعشقه حسب ما أنت ذكرت، نعم في الثمانينات، نعم، وهالمرة مع الثنائي سعد الفرج عبد الأمير وعبد الأمير التركي، صح. وين ابتدأت الحكاية؟ نعم صدق بعض المرات في صعوبة الواحد يحط إيده على البداية بالضبط، يعني بس أنا كان يعجبني الأثنين، سعد الفري بعفويته الكويتي القروي، وفي نفس الوقت يعجبني عبد الأمير التركي، يعني كاتب السكريبت ومتابع الحوار ويعشق القراءة. يعني عبد الأمير الله يرحمه ما أعطيه كتاب إلا يقرأ، يعني مو مجاملة، يقرأ ويجيني ويناقشني وكذا، يعني حول أي قضية، لأن طالت الاتصالات بيننا. هم بادروا في البداية في نعم هم بادروا في التواصل معك في البداية؟ إيه نعم أنا أذكر اللي اتصل فيني عبد الأمير اتصل فيني وأنا بالقسم، بدت عاد اللقاءات، أولها الحوار اللي دار بين اليساري والليبرالي والإسلامي في مسرحية دقت الساعة 84. قال هاي نبي سبستنس، نبي لحم وشحم فيها، وانت اهل للحوار هذا، نبيك تاخذ على لسان اليساري وعلى لسان الاسلامي وعلى لسان، والله حطيت لهم حوار طويل، يعني عن الدولة والثورة والدولة، وعن الطبقية والطبقات والنزل على المجتمع الكويتي. يعني صارت لك افغانستان اقرب من مرتي؟ استغفر الله، مرتي ما بقى غاربه، خشيتها عن النيابه، تروح تتبرع بمليون دينار لافغانستان؟ احنا شكوا بافغانستان، شكوا عرف وير اهلنا، اهلهم احنا نعرفهم، يعرفونا، ويوهم مثل ويوهنا، استغفر الله العلي، حكيم مثل حكينا، تروح تتبرع بمليون دينار وانا الزق مرتي من قار لقار؟ افغانستان احنا شكوا بافغانستان، أفغانستان إخواننا في الإسلام، وعند لا تحاكيني.
قصب هو قصب. لا تحاكيني ولا يلوي لساني على لسانك كلش. انا عمك ومتبري منك لما يوم الدين. استغفر الله. شاهد؟ استغفر الله. نعم. اشهد اني متبري منه. متبري منه نعم. على بالك نسيت؟ نسيت باري اللي كسرته؟ من على حسابه تكسر البار؟ 20 سنة وانا يمع فيها البطول وانت تجي وتكسرهم؟ انت شكوي وصي علي؟ انت شكو ما تقول لي شكو؟ انا ما تعنى هذا ذبحني اصغر عيالك انا ابو ناصر. ايش تبي؟ هذا خبر جديد. شنو؟ عبد الله مكسر بارك. تلفني يا شاهين تلفني. انا مو قاهرني الا بطيلات هالنبيذ المعتقه اللي بيمعها من بلد لبلد ومن ديره لديره ومن مطار لمطار. الحمر حمر والخضر خضر والاصفر اصفر واللي صاير ديج بطله واللي بطله ثعله واللي بطله حصان. اي وكسرهم هدني. انا بشرب 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 ولا عليك مني. ما عليك مني. ما عليك مني. انا بكيفي بكيفي. بالضبط يا عمي بالضبط. انا كيفي كيفي هذه اهلي يابت لنا العار ويابت لنا الدمار. اشوف كل واحد في الديره اهلي ومن يقول انا كيفي. انزين قالوا اللي بالديره بكيفنا. انت شكو يا عمي. وناديت سعد وعبد الامير ويو وايد استانسوا من شو اسمه يعني الحوار السياسي اللي كان في مسرحيه دقه الساعه. انا كاتبه. انت كاتبه؟ نعم انا كاتبه بس بطلب مني قلت لهم لا تذكرون اسمي اطلاقا. وافقوا لنفس الاعتبارات الأسرية العائلية اللي قلتها حق صقر الشوم. الأسرية العائلية نعم نعم يعني ما بيتكرر المأساة يعني مرة ثانية معاي أنا بعد. في هالمسرحية تحديدا دقة الساعة يعني في ذاك الوقت 84 كانت فيها هالمرة مش حفلة على الخازوق. نعم. رسائل سياسية غير مباشرة لا هي كانت يعني كانت واضحة. نعم واضحة. كانت واضحة. واضحة. الحديث سواء عن الإسلاميين. الحديث عن الإسلاميين. إيه. عن الليبرال. الحوار الشهير اللي كان بين خالد النفيسي وجاسم النبهان حول. إيه. موضوع الحريات. إيه. الحوار اللي كان مع محمد المنصور وأيضا جاسم النبهان حول اليسار وصراعهم مع الإسلاميين. طبقة التجار. كانت العملية سهلة مع الرقابة بالكويت وإنه والله إحنا بكل أريحية نقدر نعرض هذه الرسائل وما كانت عندكم أي مشكلة؟ لا في مشاكل بس ترى الكويت أول غير الحين. الكويت يعني بالثمانينات وبالسبعينات أنا أتصور كانت أكثر صحة نفسية. أكثر صحة نفسية يعني حتى المسؤول عن الرقابة تقدر تأخذ وتعطي وياه ويحترمك وايد يحترمك ويحترم رؤيتك للمسرح ويحترم المسرح بدليل ان طلعوا هالدقة الساعة وحامد ديار. يعني ترى حامد ديار ميسا احنا ايه حامد ديار بس دقة الساعة كنت تحضر بروفاتها انت؟ مرة واحدة حضرت بس حضرت المسرحية لما عرضت بس حضرت البروفة ونفس ما كنت كاتب انت خلينا نقول النص السياسي. إيه. هو هذا اللي شفته في المسرحية بالعكس تقييده وايد فيه وتقول لي صح دكتور اللي شفته صح يعرف شلون يعني بالعكس يعني تمسكوا في الحوار اللي انا كتبته لان انا علوم سياسية وهذا حوار سياسي فلذلك قالوا نكتب اسمك المستشار العلمي المسرحية. قلت أرجوكم اسمي كلش مو ما يطلع ما يطلع أبدا يعني. إذن أنت يا أبو ناصر إيش رأيك بناصر وجماعة ناصر ومبادئهم واتجاههم وخطهم السياسي؟ ونعمل مبادئ ونعمل خط ونعمل اتجاه. مبادئهم قومية تقدمية وطنية عربية وكلنا عرب ولله الحمد وتحيا الأمة العربية والاستعمار بعد اليوم وتحيا الاشتراكية. أوه صرت قومي واشتراكي بعد يا أبو ناصر. اشتراكي ونص ما دام فلست اشتراكي.
ولا حد حدني أصير اشتراكي إلا أنت وربعك. حربت ملاييني وتجاسمتها أنت ويا مرتك فضة هالوسواسة. هذه مين فضة؟ هذه تشينكو، سميها فضة. وبعدين نتيجتها شنو؟ أنا أنحال على التفليسة ومنعوني من السفر، ومرتي تردح بحديدها بالأعصاب، وانت طلعت مثل الشعرة من العين. شان ما تبيني أصير اشتراكي؟ بعدين انت معروف امبريالي ولد امبريالي. ايه مصيت خيرات الشعوب الكادحة غيرك يفحط على القمتة، وانت عايش بخير ونعيم ورفاهية. ومعنى كلامي هذا يا شاهين، أيوة، انك برجوازي. ايه برجوازي، ولا اقطاع بعد اليوم، ولا اقطاع بعد اليوم. فهذه مسرحية مهمة تعتبر في تاريخ المسرح السياسي الكويتي، لمسرح دقة الساعة. دقة الساعة المسرحية الثانية اللي كانت تقريبا يمكن في سنة 85 أو بدايات 86 كانت مسرحية حامد ديار، والجرعة السياسية كانت أكبر وأكثر من دقة الساعة، وأيضا تعتبر من أبرز المسرحيات السياسية في تاريخ المسرح السياسي بالكويت والخليج. نعم، كلمني عن حامد ديار. أوه، انت بتذكرني في اشياء ما اذكر تفاصيلها، بس هي كانت 85 هي كانت بال 85 او 86 هي إيه؟ كانت في فترة مجلس الأمة اللي انا كنت فيه، اللي انت كنت فيه. احنا الحين يمكن احنا قفزنا الى فترة ال 85. نعم. انا عادة امشي بالتسلسل، لكن نعم. لان احنا فتحنا موضوع المسرح، انا نعم. ابي اغطي فترة المسرح كلها معك. نعم، بس نعم. المسرحية هذه عرضت وانت كنت عضو في مجلس الأمة. نعم نعم نعم، وحضرتها انا، حضرتها. نعم حضرتها، اظن عرضت في الدسمة. الدسمة 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 أظن عرضت بالدسمة. كلمني عن 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 فكرة المسرحية وكل من كان يدعي أنه حامد ديار. صار في الفترة هذيك صار في مزايدات وايد، وأذكر حتى المزايدات وصلتنا في مجلس الأمة. يعني لا تنسى كان في حرب عراقية إيرانية في ذاك الوقت، والحرب هذه أكلت من أعصابنا وأكلت من لحمنا ودمنا عربا وإيرانيين، وأكلت من أعصاب المنطقة، وأكلت من حال المنطقة. يعني كان الجو كله متوتر داخل الحكومة، داخل النظام، داخل المجلس، في الصحافة، سميها ما شئت، متوترة. هذا طبعا فتح المجال من ينقذ الكويت، من يحمي الكويت، هل هو مجلس الأمة، هل هي الصحافة، هل هي إحنا كأفراد، هل 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 أسئلة كثيرة يعني، وكل واحد يقط خيطة في الموضوع هذا. الفداوية قالوا الحكومة هي حامد ديار، الفداوية اللي يبصمون دائما على العشرة، يعني بالعشرة الحكومة هي حامد ديار، لولا الحكومة ما نسوى شيء. مجلس الأمة لا، إحنا اللي كذا، وإحنا اللي تحمي مصالح الشعب، وإحنا إلى آخره، وقس على ذلك. فصار هذا السؤال مدار المرحلة. يلتقي معكم اليوم في مسرحية حامد ديار. أنا 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 حامد ديار. لا أنت ولا أنت ولا أنت، أنا حامد ديار. الكل يدعي إنه حامد ديار، لكن حامد ديار الحقيقي تعالوا شوفوه على مسرح الدسمة. كنتوا تتناقشون أنت وسعد الفراي وعبد الأمير التركي في الفكرة نفسها. طبيعي طبيعي،
فأنا كنت مشغول كثير مشغول، بس عندي التزام أدبي مع سعد ومع الأمير، فلما يدعوني إلى اجتماع أروح الاجتماع. فهم شلون؟ لياقة أدبية يعني، بس أنا كنت مشغول يعني في موضوع الانتخابات، في موضوع مجلس الأمة. فكان في حوار وين نركز، من علي نركز. خلاصة ما وصلنا إليه أنه الشعب بعمومه هو يحمد ديرة، لا هي حكومة ولا هي ولا هو جيش ولا هو شرطة ولا قبيلة ولا مذهب ولا حزب الشعب ولا تيار. الشعب بعمومه هو يحمد ديرة. لأن أنت استعرضته في في المسرحية هذه، يعني الجرعة السياسية اللي كانت مرة ثانية أنا أكد عليها إن هي كانت كبيرة جدا. ها؟ كانت كبيرة. إيه طبعا. يعني تكلمتوا على قضية الصراع اللي كان موجود في جامعة الكويت. صح. بين القوائم الطلابية. صح. وبين المذاهب وانعكاسها السياسي الحزبي داخل أسوار الجامعة. صحيح. الخلاف اللي بيننا وبينكم خلاف تاريخي ارتخت جذوره بعماقنا. بعدين اسمح لي أقول ترى عقيدتكم أخذتوها وشربتوها عن الساحل الشرقي الخليج. العقيدة إسلامية بحتة يا عبد الله، وإحنا أصل من أصول الإسلام ومصنع من مصادره. هذه فكرة أنتوا ابتدعتوها وطبعتوها بطابع الدين وصبغتوها بالإسلام. وكل هذا تمويه، تمويه يخدم غايات سياسية لا تمت للإسلام بأي صلة. أرجوك يا عبد الله أرجوك ارجع معاي للعرب قبل الإسلام، وبذاك الوقت بالذات ما كانت لهم أي وحدة سياسية، كانت كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها. لكن لما جاء الإسلام أوجد الرسول صلى الله عليه وآله سلطة عامة أخضعوا لها كل العرب، ومارس الرسول كل السلطة بكافة معانيها التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا تنسى أن المسلمين اتفقوا على أن السلطة الزمنية والدينية اللي كانت للرسول تعطى للخليفة. هني اختلف المسلمين، فريق منهم يقول يعين الخليفة بالانتخاب يعني يترك الأمر لاختيار الأمة، وفريق آخر يقول يعين الخليفة بالنص عليه من النبي. الاختلاف موضوع الخلافة. يعين الخليفة بالنص بالانتخاب. الخلافة بالنص، لأن الخليفة يحكم باسم الله ولا يحكم باسم الشعب. يا أخي الخلافة بالانتخاب ورأي الأغلبية لها أهمية. الخلافة بالنص، والدليل هو ما جاء في حديث يوم القدير المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلافة بالانتخاب وهو رأي الأغلبية يوم السقيمة. قعدنا قرون طويلة مختلفين، الخلافة بالنص ولا بالانتخاب؟ إليه محكمان الإنجليز. هذه مقولة جمال الدين الأفغاني. والأفغاني مجرد مصلح من المصلحين ولا هو مرجع. أنا مالي شغل بالأفغاني، أنا أقول بعد ما تراكمت هالهزايم والمشاكل العربية والإسلامية. نعم. المفروض نكفل الماضي وننظر المستقبل ونواجه كل المخاطر اللي تحيطنا بالعمل وبالاتفاق على الوحدة. وهذا أول شيء يا عبد الله اللي يعمل للعدل المشترك ألف حساب وحساب. صحافة، صحافة، الصحافة، كل صحيفة تدعي أنها هي اللي هي هي. وصار في فرز يعني نفسي طبقي طائفي سميه ما شئت. أستاذ حامي يعتبر الموضوع انتهى خلاص. ايه ومليون صاحب ما يكتب بالصفحة الأولى لازم نقول عليه كلمة كلمة قبل لا يروح المطبعة. أمرك. الصفحة الأولى لازم أوقع على اللي بينشر فيها. حاضر. والله بلوى حتى جريدة ما بنعرف الصفحة الأولى شو مكتوب فيها بعد. مسؤولية أنا شكوى لها صحابة شكوى، لكن بلوى ابتلينا. بلوى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إيه حامي معك رئيس التحرير صاحب الامتياز. إيه. شلون؟ الصفحة الدينية بجريدتي؟ ايش فيها الصفحة الدينية؟ يا اخوي هم اللي يكتبها رجل صالح غفر الله لك وله. اللي يكتب عندي الصفحة الدينية بجريدتي سلفي؟ وايش فيه السلفي؟ سلفي على راسي يا اخوي، خير ان شاء الله. اخوي انا رجل ديمقراطي، اؤمن بتعدد الاراء ودليلك على ذلك تعدد الصفحات الدينية بجريدتي اخوي. لحظة غفر الله لك، لحظة. واكرم كم صفحة دينية عندنا؟ أربعة. أخوي أربع صفحات دينية يومية عندي بجريدتي، هاي يبين لك إني ديمقراطي يا أخوي.
انت يا اللي تكلمني انت حزبي، انت حزبي. حزبك شنو حزبك؟ اخلص اخوان مسلمين ونعم الاخوان. ايه شو الاخوان؟ ايه الاخوان. يا اخوي انتوا عندكم مجله اسبوعيه كتبوا فيها اللي تبون، قاعد ما تقصرون قاعد تكتبون. ايه تبون اكثر؟ اذا انا اخوي اعطيكم نص صفحه عندي استاذ حامي. لا لا نص صفحه، نص صفحه. لا اخوي اكثر من نص صفحه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت اخوي اخذ النص صفحه وبعدين نتفاهم. ايه اخذ نص شهر، شهر الجاي نتفاهم على اكثر ان شاء الله. دزوا اخوي مندوبكم، حاضر دزوا مندوبكم. سلم على الاخوان اخوي. ها مشكور، يلا باي باي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدرجة أنه واحد من رؤساء تحرير المجلات الأسبوعية، مجلة أسبوعية، قال لا اللي أحمد ديرة نحن ننظفها. يعني شنو ننظفها؟ ننظفها من هاللي وفدوا إليها. كلام سفيه جدا يعني. شلون من وفدوا إليها؟ فرحت انا ومعاي هاشم بهبهاني، ما ادري تعرفه او لا. رحنا له في مكتبه. منو هذا؟ كان عنده مجله اسمها. رحنا له في مكتبه، قلت حق هاشم بهبهاني امشي امشي امشي. هاشم والسيد حميد بهبهاني. استحيه شو يقول فيها؟ يقول اصل الكويت بس أسرة الصباح وإحنا، تخيل. وسمى عائلة ثالثة، الباجي كله لفوا، الباجي كله لفوا. هذه متى صارت؟ صارت خلال الفترة هذه، فترة الثمانينات. أي فترة حامد ديار. كل من يدعي أنه هو اللي يحمي الديرة يعني. فقلت حق هاشم باباني خل نروح نشوفه هذا ونقول له ايش عندك انت يعني، ترى هذا كلام خطير وايد يعني، ثلاث عائلات اللي اسسوا الكويت، زين واحنا وين نروح؟ شو نسوي؟ احنا مو اصل الكويت، اوكي مو اصل، وين نروح؟ فرحنا له، قال كلكم ولفوا. قال لكم مباشرة. كلكم ها؟ قال لكم مباشرة. ايوه ايوه ايوه. بالمكتب ماله. بالمكتب ماله. قال كلكم لفوا. أنت بهبهاني وأنت النفيسي كلكم لفوا. لفوا. قلت شو تنصح؟ شو نسوي؟ تقول له أتهكم عليه يعني. شو نسوي ما دام احنا لفوا؟ قال هجوا احسن لكم، طلعوا لان الديره لافظتكم. قلت انت لازم يحطونك في مصح عقلي يعني، انت لازم شلون يعطونك امتياز رئيس تحرير وشلون يعطونك، انت لازم يودونك المستشفى مال الامراض النفسيه يعني. يعني ابو دارك اكو ديره فيها ثلاث عوائل بس؟ ماكو ديره، ماكو ديره. يعني أنا رحت الأصغر دير في أوروبا اللي هو لوكسمبورغ. لوكسمبورغ فيها شعب يتعدى 3 ملايين أو 1.5 مليون. شلون كذي يعني؟ أنت من عقلك إن إحنا كلنا نطلع من الديرة؟ قال إيه وتصير الديرة بخير. هذا حامي الديار. فشاعت الروح هذه ان كل من يدعي الوطنيه، كل من يدعي الوطنيه، وانا الاصل والباجي فرع والباجي لفو والباجي وافد. قلت على احنا تبي تطلعنا على الباكستانيه وهالفلسطينيين وهالسوريين قال هذول تريلات يعني، ما شيل بتريلات. هو يقول ايه استعملها تريلات. قلت يعني ابو دارك شلون تدير البلد؟ شلون منو يبني لك؟ منو يشق الطرق؟ منو كذا؟ ترى الكويتي اللي بنوها مو الكويتيين، كلها وافدين يعني. اليد العامله الصج
اللي من الستينات للحين الثمانينات كلها عاملة أجنبية، يعني سواء عربية أو غير عربية. هذيل اللي شقوا الطرق، هذيل اللي يديرون التيرباينز مالت النفط، هذيل الكي او سي، هذيل الكي ام بي سي، هذول شو اسمه، هو يبي يطلع الكل، كل هذيل بتطلعهم. قال لي طلعهم. قلت الحمد لله انك ما تحكم، انت انت انسان فيك خلل، ولو غير ديره هالمقاله هذه يجون يطقونك، يعني ناس واعين وصاحين يجون. ما يصير كذي هالكلام، والله ولا كأني أحاكي بني آدم، يعني فهم شلون. فكانت الفترة متوترة متوترة حيل. على ضوء هالتوتر طلعت فكرة حامد ديار. حامد ديار كنت أحضر البروفات معاهم؟ مرة حضرت. حضرت أيضا مرة، نعم، بإلحاح والله من عبد الأمير. دكتور عبد الله نفيسي دوره كبير في مسرحية حامد ديار. كنا دائما أنا والزميل عبد الأمير التركي رحمه الله نلجأ للدكتور، نوجه له أسئلة موجهة من خليفة لقيان ومن أحزاب أخرى من قوميين عرب ومن غيره. فلما يا عبد الأمير ويا سعد إلى بيتي ودخلوا وقعدنا وسولفنا، بعد الديباجة الصحراوية مالتنا بسكوت وشاي وما أدري شنو ودخلنا في الموضوع، إذا سعد عنده حكي وايد. قال إحنا بندخل من حكي عن ماركسية وشيوعية وما أدري شنو هذا. فني حد رأيها اللي هو رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت اللي كان كذا واللي قاري واللي، فنبيك تفرش لنا حوار. وكنا ناخذ رد الاخوان المسلمين من خلال الدكتور عبد الله النفيسي. نبي واحد متدين وواحد من المتدينين السنه وواحد شيعي ويعني طرف شيوعي، نبي حوار. كتبت حوار طويل يمكن يعني بعشرات الصفحات، فقلت لهم قذبوا وروحوا اقروا النص هذا وبعدين تعالوا نجتمع مرة ثانية. والله ما قصر، يعني قروا شو اسمه النص وصار في اجتماع ثاني او ثالث. قال الحمد لله ان احنا هنا استشرناك، لان لو ندخل من غير هالاستشارة العلمية نخبص بالحوار. دكتور رجل فاضل وعالم، وأتمنى إن شاء الله أن يختم حياته في أن يكتب لنا مسرحية سياسية، لأن قادر على كتابة مسرحية تكون من المسرحيات اللي تخلد اسمه. طيب. بعد حامد ديار تقريبا خلينا نقول يعني كانت هذه آخر فصول المسرح السياسي في الكويت. أظن كذي. وأنت ابتعدت. نعم. يعني سعد وعبد الأمير يمكن كملوا في كملوا المشوار، وأن يمكن كانت بجرعة سياسية أقل، لكن أنت ابتعدت. أنا ابتعدت صحيح. يعني الحقيقة حل مجلس الأمة سنة 86 خلى عندي قناعة تامة إنه يا عبد الله يا نفيسي إياك أن تفكر بأنك ترشح مرة ثانية وتدخل هذه المؤسسة. طيب هذا راح أتكلم عنه بالتفصيل لما أتكلم عن 85 والحل اللي صار في 86. إيه نعم. وين وصلنا. لكن أنت تقول كانت هذه آخر إيه؟ آخر عهدك. إيه نعم. في المسرح. صحيح. بالكويت. صحيح. وصارت المسألة بيزنس عادي، يعني بدأوا الناس يأسسون شركات على ضوءها. يعني واتجه المسرح اكثر الى الجانب خلينا نقول الكوميدي. إيه الفكاهي. إيه الساخر، يعني الجمهور بعيدا عن الجرعه السياسيه. على قولة المصريين الجمهور عاوز كده، يعني 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 الضحك والتهريج وهذا. فانا ما ادري، يعني انا ارى ان المسرح له مهمه قائده وليس مقوده.
أنا أعتبر أن المسرح له مهمة قيادة، قيادة ثقافية للمجتمع هذا الصغير الكويتي.